في حاجه بقى، يعني انت في رمضان في نعمه الافوكاتو عملت دور فقعت ستات كتير قوي وقعدت تتفرج عليك، جبت لهم جلطه وهم بيتفرجوا عليك، ان انت كنت الراجل الشهم الشجاع اللي بيدي فلوس للست اللي معاه، خدي انت ايه عايزه، ايه اتفضلي، عايزه 1,000,000 جنيه خدي، عايزه 10,000,000 جنيه اهلا وسهلا اتفضلي، يعني برضو يعني ما احنا ما حدش بيشوف حاجه كده يعني. هل انت كده في الحقيقه ولا ده دور ياسين بس؟ هو ياسين اللي كده وعماد في الحقيقه مش كده؟ بصي ما هو الشخصيه كانت مكتوبه بالطريقه دي. يعني انا بص ياسين الالف، ياسين الالف. لا طبعا في ناس ممكن يكون في حد بيقف جنب ست بيحبها وبيعمل معاها كده. موجود النموذج ده فعلا؟ اكيد موجود طبعا. يعني شفته النبي قبل كده؟ شفت انت النموذج ده قبل كده؟ قول لي بس. ايوه في ناس بتعمل لاستاذ بيحبها حاجات كتير جدا، بيعملها بيلبي لها كل طلباتها. ده موجود طول عمره يعني، والست اتخلقت عشان البني ادم يحبها ويحبي عليها ويحقق لها كل اللي هي عايزاه، فليه لا الواحد لما يحب واحده ايوه يعمل لها كل حاجه. زي ايه بقى يعمل لها؟ زي إيه ما ياسين الف كده حب نعمه. المفروض بقى يعني وحب يقف جنبها بكل ما يملك. هو خلاص هو ماشي، نعمه هي هي حياته تمام. كانت من قلبه وحبها وحب يعملها كل حاجه. انت بقى بتعمل كده في الحقيقه لمراتك ولا في المسلسل بس؟ والله بعمل. بتعمل؟ بعمل. انت بتعمل كده بالظبط؟ والله سالوها. انت بتعمل كده بالظبط؟ سالوها والله. ولا ايه؟ والله بصي الواحد على قد ما بيقدر بيحقق يعني لزوجته كل تتمناه، واعتقد ده مش واجبي بس ده واجب اي حد يعني. طبعا يعني كلمني عن ياسين الالفي. كلمني عن الدور، جالك ازاي؟ واشتغلت عليه ازاي؟ بص الدور ده انا اول ما جه كنت قلقان منه جدا. كنت حاسس ان هو، حتى كنت بقول للمخرج محمد سامي، محمد الدور ممكن تكون مساحته مش زي ما انا كنت حابب. تاثيره جوه الدراما مش تاثير لما بيحصل. أيوه. لنعمه. مشكله طبعا الدور اللي اديته مي عمر بكل براعه الحقيقه. فين هو، فين من حياتها وهي بيحصل لها مشاكل؟ ليه ما بيقفش جنبها بشكل اقوى من كده شويه؟ كمان انت مش عاجبك؟ فبيقول لي انا كنت عايز. فبيقول لي لا هو ما ينفعش يخش في المناطق دي. هو بيعملها سبورت. وهو بيقف، هو الحته، هو الحته الحنينه في المسلسل. الصراع اللي بينها وبين زوجها صلاح. احمد زاهر. لا هو لو دخل في الحته دي الدور هي 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 هيبوظ مننا. فانا كنت طول الوقت وانا بصور الحلقات بشوف الصراع والدراما والاكشن هنا. وبشوف ان دور ياسين هادي شويه في الحته الرومانسيه وهو الجاني. كنت عارف طبعا ان هو دايما اللي بيبقى هو في جانب البطله بيبقى هو الكسبان. بس انا عشان بحب يعني الدراما شويه فايه كان هو ده التحفظ بتاعي على الدور. لكن طبعا محمد قال انت هتشوف بعد رمضان، هتشوف ياسين الفي هيعمل ايه. تمام. وقد كان عمل ايه بقى ياسين الفي؟ كان ايه الفيدباك؟ بص الفيدباك زي ما انت قلتي هو يعني فتح لام البنات اللي طلع، عشان هو كان مع نعمه بشكل نموذج مش موجود دلوقتي. عندنا ندره في الحته دي قوي، ندرة كبيرة، ندرة كبيرة قوي، ندرة كبيرة في الحتة يعني دي. عشان كده وده اللي بقى نادر جدا في الحقيقة يعني. ايوه وده اللي خلاه ايه، عمل بص جامد جدا مع الناس. ايه بقى الناس بتشوفك في الشارع بتقول لك ايه بقى؟ الراجل الشهم. يعني بصي اول حاجة بيقول لي عليها يعني هو في حد يدي حد 14,000,000 جنيه؟ طب مش معاك 14,000,000 جنيه والنبي؟ بس والنبي والله معاك 14,000,000 جنيه عايزين والله هنا. في 13,600 هم 13,600 عايزين شوية فلوس. الستات لما كانت بتشوفك في الشارع كانت بتقول لك ايه؟ يعني طبعا النجاح الحمد لله الدور نجاح كبير في الشارع جدا يعني ملموس عند الناس، وزي ما قلت لك هي هو لمس الحته ممكن تكون يعني الناس مفتقداها شويه. فهو ده اللي خلى الدور يبقى ليه نجاح كبير.